السلام عليكم، معكم دكتورة أمل، وراح أحكي لكم اليوم عن الرمان، دراسات حول العالم، وراح أحكي لكم معلومات غير مسبوقة عنه. يعتبر الرمان فاكهة ملكية فريدة، لها تاج وبداخلها لآلئ حمراء تسر الناظرين، غني بالفيتامينات والمعادن وذو تركيبة فريدة وهامة. يزيد تناول الرمان في الصباح من المشاعر الإيجابية والتركيز، ويخفف جدا من القلق والضيق والتعب المزمن. نشرت مجلة ساينس بحث مفاده أن الرمان يثبط إفراز هرمون الكورتيزول اللي يعتبر أهم هرمون من هرمونات الستريس، وأكدت أكد البحث أنه تناوله على الريق يعطي النتائج هي كلياتها. ويعتبر شرط الاستفادة من الرمان شرطين، أول شيء يكون على الريق، ثانيا يكون منتظم يعني يوميا. يفيد الرمان في الوقاية والعلاج من أهم أمراض العصر يلي هي ارتفاع الضغط والسكري والكوليسترول وأمراض القلب، ويساهم في نمو الأطفال الطولي، ويعتبر للرياضيين مشروب بديل لمشروب الطاقة وأمل لمرضى ألزهايمر والسرطان والمفاصل. هناك دراسة هامة من جامعة لوميليندا في الولايات المتحدة إن تناول 227 جرام، يعني خلينا نقول كاس عصير رمان أو رمانة صباحا وبشكل منتظم خلال أسبوعين، حقق تحسن ملحوظ في الذاكرة السمعية والبصرية عند المسنين، حيث تتحول مادة النيتريت إلى أكسيد النيتريك الذي يزيد تدفق الدم للدماغ، كما أن مضادات الأكسدة اللي الرمان غني بها تحد من تنكس الخلايا العصبية، وبالتالي تحد من تشكل لويحات الأميلويد في هذا المرض. يعني باختصار الرمان يعتبر وقاية من مرض ألزهايمر، كما أنه يحد من تطور المرض ويوقفه. والحد الأدنى أنه يؤخذ رمانة يومياً على الريق أو كأس من عصير الرمان يومياً وبانتظام. ثانياً يساعد الرمان في ضبط ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على كمية من المغنيسيوم والبوتاسيوم وأكسيد النيتريك الموسع للأوعية والذي يحافظ على بطانة الأوعية. أجريت دراسة في جامعة ساوث كارولينا في الولايات المتحدة على مجموعة من المرضى، أعطوا كل يوم 142 جرام من عصير الرمان لمدة أسبوعين، حيث حصل انخفاض للضغط بشكل ملحوظ، ولكن الملاحظة أنه يجب تناول عصير الرمان مع أدوية الضغط، ولكن مع القياس المنتظم والمراقبة فيمكن تخفيض الكمية التي تؤخذ من دواء الضغط إذا أخذ الرمان بشكل منتظم على الريق يوميا. ثالث شيء، البعض بيسأل خاصة الصبايا عن زيادة الوزن، علاقة الرمان بالوزن. الحقيقة أنه الجلايسيميك إندكس للرمان هو 60، يعني متوسط، أما كمية الدسم يلي فيه فهي قليلة وتكفي فقط لامتصاص ما فيه من فيتامينات منحلة بالدسم مثل الكي وإي وإي ودي. إذن الرمان أبداً لا يزيد الوزن، بل بالعكس، إذا كان الواحد أكل الصبح فممكن يشبع وما يأكل بعده. رابعاً، إن التركيبة الفريدة للرمان واحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره مما يدخل في تركيب العظام فهو ومجموعة الفيتامينات فهو يساعد على النمو الطولي للأطفال. خامساً، الرمان يعطي الشباب للبشرة وخاصة الوجه، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة وفق دراسة من جامعة ويسكونسين الأمريكية. وتأثير الرمان على البشرة له آليتين داخلية وخارجية، حيث الداخلية يخفف تأثير الجذور الحرة على خلايا البشرة، ويقوم بتحسين التروية الدموية للجلد وتنشيط الخلايا القاعدية، وهي الخلايا القاعدية هي المسؤولة عن الانقسام وتجديد الخلايا، وبالتالي اللي بيأكل الرمان بشكل يومي ومنتظم على الريق بصير شباب، يعني بيحافظ على شباب بشرته. أما خارجياً فوجدوا أنه تطبيقه مباشرة عصير الرمان على المناطق اللي بدها تتعرض للشمس قبل الخروج لمدة ربع ساعة على شكل ماسك، ممكن أنه يساعد على التخفيف من تأثير الشمس على البشرة وحماية الجلد من العوامل والسموم الخارجية. يناسب الرمان كل أنواع البشرة الجافة والدهنية، ويناسب أيضاً يفيد كل مشاكل البشرة، ويخفف معدل موت الخلايا المبرمجة. رقم 6، التركيبة الفريدة للرمان يعزز ما فقدته العظام والغضاريف، ويفيد مرضى هشاشة العظام، كما يفيد الناس اللي عندهم آلام والتهابات بالمفاصل لأنه بيحوي مادة أنتي إنفلاميشن مضادة للالتهاب. رقم 8، الرمان كتير بيريح المرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وجرثومة المعدة وغيرها، لاحتوائه على مادة مضادة للجراثيم أنتي بكتيريال ومادة مضادة للفطور أنتي فنجل، وبذلك بيعزز الفلورا المعوية.
رقم 9 دوره في تعزيز المناعة بما يحويه من كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. ولما بنحكي عن المناعة طبعا براس القائمة الوقاية وعلاج كل أنواع الإنفلونزا الموسمية وغيرها. وأيضا لما بنحكي عن المناعة بنحكي عن السرطانات بكل أنواعها. هناك دراسة وجدت أن الرمان يبطئ تشكل ونمو خلايا سرطان البروستات. وهناك دراسة أخرى مماثلة في تركيا جامعة أنجلو وجدت أن الرمان يبطئ تشكل ونمو خلايا سرطان الثدي. وأيضا نفس الشيء بالنسبة لسرطان المعدة. رقم 10 بالنسبة للرياضيين، هناك بشارة حلوة كتير رح تعجبهم، أنه قبل التمرين بنص ساعة لو أخذوا رمانة أو كأس عصير رمان كحد أدنى فهو يعتبر مثل مشروب الطاقة، وفقها دراسة أجريت في جامعة نورث كارولاينا. عطوا مجموعة من الناس اللي بتروح على الجيم أو اللي بتعمل رياضة عطوهم قبل التمرين بنص ساعة، فوجدوا أنه بيزيد الرمان بيزيد تدفق الدم إلى الأعضاء ويقلل من الشعور بالتعب، فهو يعتبر بديل رائع لمشروب الطاقة، ولكن بدون طبعا تأثيراته الجانبية لمشروب الطاقة. رقم 11 في إحدى جامعات الهند عملوا دراسة على تأثير الرمان على صحة الفم والأسنان. وجدت الدراسة أن الرمان يثبط الجراثيم التي تسبب تشكل طبقة البليك، فهو يقي من تسوس الأسنان عندما يؤخذ بشكل منتظم وخاصة على الريق، ويقي أيضا من قرحات اللثة والتهابات اللثة. بنقول برقم 12 بصحة القلب والشرايين أن الرمان بيزيد تدفق الدم إلى الشرايين التاجية وبيحمي بطانتها بسبب وجود غاز النتريك، بيخفض معدل الـ LDL اللي هو الكوليسترول الضار، وبيمنع تأكسده، وبالتالي بيخفف من تشكل وترسب ترسبه على جدران الأوعية. بنقول أخيرا أنه فوائد الرمان لا يمكن أنه الواحد يحصيها بهالوقت هذا. وجدوا أيضا أنه النساء بسن اليأس تناول الرمان المنتظم بيساعدهم على تجاوز هذه الفترة لأنه بيعزز هرمون الإستروجين، وأيضا تناوله يعطي لمعان وبريق للشعر بما فيه من معادن وفيتامينات ضرورية للشعر. أما اللي عنده مشاكل خاصة مثل تساقط الشعر والقشرة فيمكن عمل مساج بزيت الرمان، ويمكن أيضا وضع عصير الرمان على الرأس مباشرة لمدة ساعتين لمنع تساقط الشعر أو تقليله، وأيضا مكافحة القشرة. وأيضا بدي نوه عن أهمية بذور الرمان. بذور الرمان يا جماعة المطحونة تزيد من حجم وعدد خلايا بيتا في البنكرياس، يعني هي الخلايا المفرزة للأنسولين، وبالتالي يعتبر بذور الرمان مطحون بذور الرمان يعتبر رائع جدا للوقاية وعلاج مرض السكري تايب 2 رقم 2. والبذور أيضا غنية بالألياف وبتؤدي إلى تخفيض الكوليسترول السيء LDL والشحوم الثلاثية، وبتعرفوا أيضا فوائد الألياف. بس طبعا الفائدة ما بتجي إذا بلعنا البذور بلع، وإنما لازم تنطحن طحن. فأنتوا قدام عدة خيارات، يلي أسنانه قوية ممكن يعني هو بأسنانه يطحنه وهو عم يأكل ويبلعه، واللي صعب عليه يطحنه بأسنانه ممكن بعد ما يعمل عصير الرمان ياخذ البذور ويطحنه على الخلاط ويحطه بالفريزر ويضيفه للسلطة. وممكن نتبادل الآراء ونستفيد بتجاربكم في التعليقات إنه كيف بتعملوا هالأشياء هي. بقي في ناس بتسأل عن القشور وكيفية الاستفادة منها. القشور لها استخدامات خارجية، ممكن تجفيفها وطحنها، وبعد ما تنطحن كتير تنخلط مع الفازلين وبنعمل منها مرهم رائع لعلاج الجروح والشق الشرجي والبواسير. باختصار بنقول إنه الرمان هو غذاء رائع للنفس والجسم لأنه بيقضي على القلق والتوتر، ولكل عضو من أعضاء الجسم نصيبه. ليش؟ لأنه عن طريق كل عضو من الأعضاء فيه وعاء دموي، وبالتالي تأثير الرمان رح يوصله. وأيضا هو غذاء للدماغ والقلب، فهو سوبر فروت بشكل ممتاز، وهو الاختيار الموفق رقم واحد لشيء يؤكل على الريق يوميا وبانتظام لحتى تتحقق الفوائد المرجوة منه. بتمنى لكم دائما الصحة والعافية. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.